ودع الرئيس عبد الفتاح السيسي عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى الخليفة بمطار العلمين الدولي بعد زيارة استغرقت عدة أيام. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي. حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على توديع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين من مطار العالمين الدولي بعد زيارته لمصر التي استغرقت عدة أيام للمشاركة في لقاءات أخوية تشاورية ودية بين قادة مصر والبحرين والأردن والإمارات والعراق، والتي ناقش فيها الزعماء مجمل العلاقات والمتغيرات على الصعيد الإقليمي والدولي.